بالنسبة دعني أذكر يعني أنوه أن الجانب الفرنسي ذكر أنه لا يوجد في جدول الأعمال الرئاسة الفرنسية أي فرض عقوبات جديدة. كل ما سيتم تبحثه هو تأثير العقوبات التي تم اتخاذها ضد الجانب الروسي في الفترات السابقة، وبالتالي فرض أي عقوبات جديدة غير مطروح الآن، يعني هذا حسب ما ذكرت الإليزي. ولكن بالنسبة للتعامل مع الموضوع النفط والغاز والفحم، ذكر الجانب الفرنسي وفي أيضا في قمة فيرساي بأنه لا يستطيع الاستغناء عن الغاز والنفط والفحم الروسي في يوم بين ليلة وضحاها. هنالك برامج طويلة الأمد وهنالك برامج قصيرة الأمد، ذكر أن بدأ العمل عليها وسيتم البحث فيها، خصوصا من موضوع أولا الحفظ مخزونات الغاز والنفط الروسيين الآن في الاتحاد الأوروبي، وذكرت في ذلك تحديدا أرسولا فاندرلاين خطة لهذا الموضوع، وأيضا يعني إمكانية الاعتماد أو التخلص من ثلثي الغاز الروسي في نهاية هذا العام. وبالتالي هنالك خطط أيضا طويلة الأمد لاستخدام الطاقات البديلة والمتجددة والخضراء في خلال طبعا العشر أو خمس أعوام المقبلة، سواء كانت محطات نووية كما تعتمدها فرنسا هنا، يعني خطة الاستبدال، يعني فرنسا على سبيل المثال أوجدت بعض الحلول، منها مثلا محطات توليد الطاقة النووية التي عمل إيمانويل ماكرون في السابق على افتتاح بعضا منها، والذي يخطط أيضا الافتتاح غيرها. ولكن الجانب الألماني على سبيل المثال يرفض هذه الفكرة لأنها يعتبر هنالك إشكالية بمخلفات الطاقة النووية. ولكن هنالك أيضا الآن أقاويل تقول أن الجانب الألماني ذهب إلى قطر من أجل تأمين صفقة ماء بالغاز خارج صرب الاتحاد الأوروبي. هنالك خلافات تحديدا في هذه النقطة، ولذلك لن يكون هنالك حسب يعني الدبلوماسي الذي خرج البارحة عندما صرح جدول الأعمال، قال أنه لن يكون هنالك فرض عقوبات جديدة. ما سيتم التعامل معه هو المقترحات التي تم اقتراحها في قمة فيرساي والتي سيتم العمل عليها، وجميعها هي حلول قصيرة الأمد وليست حلول من الممكن أن يتخلص بالفعل.